وصلنا إلى أن اسم وزارة تنمية المجتمع بالخدمات اللي تقدمها تكون من أفضل الجهات اللي تقدم الخدمات الرقمية. ولهالسبب أنا صراحة أخواني وخواتي جداً سعيدة وفخورة بكل واحد منكم، وأشكركم من كل قلبي، وأشكر الفرق اللي شغاله وياكم، وأشكر كل موظف في الوزارة، يعني من أبسط موظف إلى أكبر موظف.